السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في درس جديد على قناة Learned English and French with أسماء. أنا أسماء وأنت الآن تشاهد رابع درس في كورس تعلم اللغة الفرنسية للمبتدئين من الصفر. أشكركم أعزائي على تفاعلكم وعلى تشجيعكم لي في هذه السلسلة. فأذكركم إذا أردتم أن تشاهدوا دروس تعلم اللغة الفرنسية بالترتيب من الأول سوف تجدون رابط القائمة في صندوق الوصف. لكي لا أطيل عليكم لنبدأ على بركة الله. كلمة معذرة أو عفوا باللغة الفرنسية هي pardon. 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 كيف أقول عفوا باللغة الفرنسية؟ Pardon. جيد. Pardon. كلمة اللغة الإنجليزية أو الإنجليزية هي l'anglais. L'anglais. Anglais لوحدها تعني إنجليزي، يعني الكلمة بدون تعريف. عندما أقول l'anglais, l'anglais أقول الإنجليزية. الإنجليزية. L'anglais. كيف أقول اللغة الإنجليزية أو الإنجليزية؟ أحسنت. L'anglais. L'anglais. استمع إلى كيف أقول أنت تفهم باللغة الفرنسية. استمع جيدا. Vous comprenez. Vous comprenez. Vous تعني أنت أو أنتم. Vous. Vous comprenez تعني أنت تفهم. ردد ورائي بصوت مرتفع لكي تتقن نطق هذه الكلمة. Ne. Prenez. Comprenez. Comprenez. لنجرب مرة ثانية. سأبدأ بنطق المقاطع الصوتية في الكلمة من آخرها إلى أولها. هل أنت مستعد؟ لنبدأ. Ne. Prenez. Comprenez. Vous comprenez. ردد معي عزيزي المشاهد بصوت مرتفع. Vous comprenez. تذكرون كيف أقول الإنجليزية؟ استمع جيدا. L'anglais. L'anglais. الآن حاول أن تركب هذه الجملة. كيف أقول؟ أنت تفهم الإنجليزية. فكر قليلا. أحسنت. Vous comprenez l'anglais. Vous comprenez l'anglais. تعني أنت تفهم الإنجليزية. هل كانت إجابتك صحيحة؟ ممتاز. العبارة التي نستعملها لكي نحول أي قول أو أي تعبير باللغة الفرنسية إلى سؤال أقول est-ce que. Est-ce que تعني هل. Est-ce que. ردد معي. Est-ce que. Est-ce que. كيف أقول هل باللغة الفرنسية؟ أحسنت. Est-ce que. Est-ce que. تذكرون كيف أقول أنت تفهم؟ Vous comprenez. Vous comprenez. مرة ثانية، كيف أقول هل؟ Est-ce que. Est-ce que. الآن حاول أن تكون هذا السؤال. كيف أقول هل تفهم؟ هل أنت تفهم؟ هل تفهم؟ فكر قليلا وأجبني بصوت مرتفع. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? هل تفهم الإنجليزية؟ الإنجليزية هي l'anglais.
friends, est-ce que vous comprenez l'anglais? Est-ce que vous comprenez l'anglais? تذكرون كيف أقول عفوا أو عذرا؟ Pardon, pardon. الآن كيف أقول؟ عذرا، هل تفهم اللغة الإنجليزية؟ Pardon, est-ce que vous comprenez l'anglais? Pardon, est-ce que vous comprenez l'anglais? كيف أقول؟ لا. سهلة؟ Non, non. ردد معي، non. كيف أقول لا؟ Non, non. كلمة سيدي هي monsieur. Monsieur. ردد معي monsieur. حاول أن تنطق صوت E في آخر الكلمة. استمع جيدا. Sieux, sieux, monsieur. ليس O وإنما E. Monsieur. حاول مرة ثانية. كيف أقول سيدي؟ Monsieur. Monsieur. الآن قل لا سيدي. Non, monsieur. Non, monsieur. ردد معي. Non, monsieur. مرة أخرى. لا سيدي. Non, monsieur. Non, monsieur. مرة أخرى. كيف أسأل؟ هل تفهم؟ Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? هل تفهم الإنجليزية؟ Est-ce que vous comprenez l'anglais? Est-ce que vous comprenez l'anglais? استمع إلى كيف أقول أنا أفهم. Je comprends. Je comprends. ردد معي المقاطع الصوتية من آخر الكلمة لأولها. Prends. Prends. Comprends. Comprends. Je comprends. Je comprends. حاول مرة ثانية. كيف أقول أنا أفهم؟ Je comprends. Je comprends. أنا أفهم اللغة الإنجليزية. Je comprends l'anglais. Je comprends l'anglais. ردد معي. Je comprends l'anglais. استمع إلى كيف أقول فرنسي باللغة الفرنسية. Français. Français. Le français تعني الفرنسية، يعني معرفة الفرنسية. Le français. Le français. ردد معي. Le français. Le français. حاول أن تكون هذه الجملة. كيف أقول أنا أفهم الفرنسية؟ Je comprends le français. Je comprends le français. رأينا je comprends, vous comprenez. أنا أفهم, je comprends. Vous comprenez, أنت تفهم. الآن اسألني, هل تفهم الفرنسية؟ أو هل تفهمين الفرنسية؟ Est-ce que vous comprenez le français? Est-ce que vous comprenez le français? الآن أجب لا سيدي. Non, monsieur. Non, monsieur. أنا لا أفهم. استمع جيدا. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Je comprends. أنا أفهم. Je comprends. أنا لا أفهم. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas.
لاحظ صوت ن أنطقه يعني مختصرا كأنني أقول je ne comprends pas, je ne comprends pas. أنت أيضا حاول. أنا لا أفهم. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. الآن قل أنا لا أفهم اللغة الإنجليزية. Je ne comprends pas l'anglais. Je ne comprends pas l'anglais. تذكرون كيف أقول أنت تفهم؟ Vous comprenez. Vous comprenez. هل تفهم؟ Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? كلمة لكن باللغة الفرنسية هي mais. Mais. ردد معي mais. كيف أقول أنا لا أفهم اللغة الإنجليزية؟ Je ne comprends pas l'anglais. ولكنني أفهم الفرنسية. أذكركم لكن هي mais. Mais je comprends le français. Mais je comprends le français. كلمة قليلا هي un peu. Un peu. ردد معي un peu. حاول أن تنطق جيدا صوت أ في آخر كلمة un peu. Un peu. ليس un peu وإنما un peu. حاول مرة أخرى un peu. قليلا. مرة ثانية كيف أقول قليلا؟ جيد un peu. Un peu. الآن قل أنا أفهم قليلا. Je comprends un peu. Je comprends un peu. لكنني أفهم قليلا الفرنسية. حاول أن تكتب هذه الإجابة في التعليقات. Mais je comprends un peu le français. Mais je comprends un peu le français. مرة ثانية. Mais je comprends un peu le français. هل تفهم الإنجليزية؟ Est-ce que vous comprenez l'anglais? Est-ce que vous comprenez l'anglais? كيف أقول؟ لا سيدي. Non, monsieur. Non, monsieur. أنا لا أفهم اللغة الإنجليزية. Je ne comprends pas l'anglais. Je ne comprends pas l'anglais. ولكنني أفهم قليلا الفرنسية. Mais je comprends un peu le français. Mais je comprends un peu le français. وبهذا نكون قد وصلنا إلى آخر محطة في درسنا الرابع ومع سؤال التميز. كيف أقول هاتين الجملتين باللغة الفرنسية؟ عفوا سيدي، هل تفهم الفرنسية؟ الإجابة أفهم قليلا. لا تترددوا في الإجابة على سؤال التميز وترك إجاباتكم في التعليقات. كنت سعيدة جدا بلقائكم متابعي الأعزاء. كان هذا هو درسنا لليوم. شكرا لكم على المتابعة وإلى اللقاء في درس جديد.